العبادي يفتتح بازار كشف الأسرار ويصوب نحو عبد المهدي والفصائل. ماكو أخطر من فتح الدفاتر العتيقة ولعبة تفجير القنابل الصوتية، خصوصاً بوضع سياسي مثل اللي إحنا به الآن. دكتور حيدر العبادي من هواة الشغلتين، فتح الدفاتر العتيقة وتفجير القنابل الصوتية. شنو آخر قنبلة فجرها؟ ملف اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، معلومة مستلة من دفتر عتيق انضم بدون ما تطلع تحقيقاته، مثل ملف قتلة المتظاهرين اللي سبق للعبادي أن حكى عنه، ومثل ملف سيطرة إيران على كواليس اختيار رئاسة الوزراء بالعراق اللي العبادي قال حوله تمت إزاحتي من الحكم بتدخل خارجي وبالاستعانة بالميليشيات. هسه ليش العبادي يحب تفجير القنابل الصوتية؟ هاي خلوها بعدين. المهم نعرف موضوع الطائرات اللي استهدفت سليماني والمهندس. العبادي قال إن الطائرات دخلت بمعرفة السلطات العراقية وموافقتها. من يقصد؟ عادل عبد المهدي طبعاً، اللي العبادي لمح إنه كان مهمل وما يدقق حول مهمات الطائرات اللي تفوت للعراق مثل ما كان هو يسوي. لكن هل كان العبادي بالفعل يدقق بمهمات الطائرات؟ حسب بعض المختصين ماكو هيك شيء. الأمريكان ابتداءً من معارك داعش عام 2014 رجعت لهم صلاحية المرور بالأجواء العراقية، وأصبح إخبار الجانب العراقي من باب العلم بالشيء لا أكثر. يعني الطيران الأمريكي ما يبلغ بنوع المهمة، فعلى أي أساس العبادي يدقق ويعرف طبيعة المهمات اللي تقوم بها طياراتهم؟ فيما يخص عبد المهدي، الرجل نفى المعلومة وقال إن هناك تقيد صارم بقواعد الحركة الأرضية والجوية مع حصول خروقات بين وقت وآخر. وهاي التفصيلة غريبة، لأنه إذا أكو تقيد صارم بقواعد الحركة الأرضية والجوية فشلون تم استهداف المهندس وسليماني؟ شلون طبت الطائرات؟ بعدين شنو قصة الوثيقة اللي نشرها موقع إخباري إيراني بعد تصريح العبادي مباشرة؟ الوثيقة هاي خلت النقاط على الحروف وأكدت أن قيادة الدفاع الجوي عندها معلومات كاملة حول الضربة قبل وقوعها. والسؤال هنا، ليش ما طلعت المعلومات إلا بعد ما حكى بيها العبادي؟ وأساساً ليش ماكو أي تحقيق رسمي بالموضوع؟ هسه نجي لسؤالنا اللي أثرناه بالبداية، ليش العبادي فجر القنبلة الآن؟ أكو عدة احتمالات. الأول إنه العبادي يشعر بعدم فاعلية بالحراك السياسي الحالي فجاي يفجر هيج قنابل لتعويض غيابه. الاحتمال الثاني إنه الرجل دخل السباق الانتخابي باكراً، دخل السباق الانتخابي وجاي يهاجم المناطق الرخوة عند الفرقاء لحصد النقاط لصالحه. أما اختيار ملف اغتيال المهندس وسليماني بالذات فربما يشير لمحاولة استمالة طرف معين لجانبه أو مغازلة جمهور محدد متعلق وجدانياً بالمهندس وسليماني.
نجي للخلاصة. الدفاتر العتيقة بالعراق بيهن مصايب، ودائما أسرارهن ما يطلعن إلا من القيادات. يعني إحنا المساكين العميان لازم ننتظر سباق الانتخابات حتى نعرف اللي المفروض نعرفه بساعته. شايفين هيك مصيبة؟ ملفات خطيرة مثل مقتل سليماني والمهندس تنفتح وتنسد بهالطريقة. صايرة هاي؟ أهلا بك.